أشكركم سيد الرئيس على دعوتي الكريمة التي مكنتوني من خلالها أن أكون اليوم معكم في أرض مصر، في أرض الكنانة، وأهنئكم وأهنئ الشعب المصري على الإنجازات العظيمة التي تحققت لمصر في العهد الميمون لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويحق لنا جميعا أن نعتز بهذه الإنجازات، لأننا نعتبر أن كل ما أنجزت مصر هو لنا جميعا، فقوة مصر هي قوة الأمة. وبالتالي إذا كان الوضع في مصر حسنا فالوضع عندنا كلنا حسن.